استاذ، واضح من شكلك انك تعبان كتير. خبرني شو القصة. لا ما في شي مهم. متأكد؟ متأكد 100%. ماشي. انبسطت هيك؟ خلوا ايديكم جوا وانتبهوا على تليفوناتكم واغراضكم كمان، بتمنى تتسلوا. خبرني شو اسمه الزلمه يلي عم بيحضر القنبله؟ يلا احكي لي. هو بيكون من ضمن فريقي واسمه كان شو قصتك؟ شو بك دايخ؟ ساعدوني ساعدوني. رشبير ما تقتلني. رشبير ما تقتلني. بترجيك ما تسحب الفرد. انت ما تسحب الفرد بترجيك. ما رح اوصك. روق خلص بقى. اسكت. شو بك؟ اسكت. رشبير ما تقتلني. ما تقوصني. شو صار لك؟ بترجيك. وقف على الحركات اللي عم تعملها. خلصني منك بقى. انا عم لك الحقيقه، مش عم كذب عليك. بترجيك ما تقوصني. شو عم تخلف انت؟ حدا يساعدني، هذا الزلمه مجنون. ما تقوصني. خلص بس اسكت. حدا وقف اللعبه هيدي. الزلمه مجنون. دخيلكم. ما بقى تعمل هيك. يا عالم رح يقتلني. رح يقتلني. رشبير ما تقتلني. ما تسحب الفرد اللي رح اوصك. عن جد عم تفهم شو عم لك؟ رشبير لا. اي خلص اسكت احسن ما اوصك. دوغال دوغال شو في؟ شو صار؟ دوغال دوغال شو بك؟ دوغال وقف لي هاللعبه، وقف بسرعه. دوغال دوغال دوغال